بريدجينج، بس موضوع مرتبط بالفيلان، هو موضوع هياخد مني 10 دقايق بالظبط. بروتوكول اسمه الفي تي بي اهو، ده موضوع جديد مش موجود في المنهج القديم، موضوع جديد خالص هنشوفه مع بعضنا اهو، مرتبط بالفيلان اسمه الفي تي بي اللي هو VLAN اهو، VLAN Trunking Protocol او ال VTP. القصة ايه؟ القصة يا عم باسم ان انت عندك جوه الكليات عندك جوه الدوار سويتشات كتير قوي حلو، وكلها متوصلة مع بعضها ترانك، بس كل سويتش مثلا عليه 10 VLAN، 10 و20 و30 و40 و50. المفروض ان انا عشان اكريت VLAN او الغي VLAN المفروض اروح اكريتها على كل السويتشات مرة واحدة، وده تبقى عملية صعبة لان ممكن انسى حتى لو بخش على سويتش تلنت، ممكن مثلا الفيلان اللي رقمها 40 اجي اشيلها انسى ان انا اشيلها على سويتش معين او كلام من ده، لازم نرفع عليهم كلهم، فكانت بتبقى عمليه صعبه. الحل ايه؟ هم عاملين بروتوكول اسمه الفي تي بي. الفي تي بي بيخلي سويتش منهم سيرفر والباقي كلاينت، اي حاجه انت بتعملها على السيرفر في الفيلان السيرفر يقوم واخدها زي الشاطر كده وموزعها على كل الكلاينت. يعني كريت فيلان جديده، فيلان اسمها فيلان 100 لوحده، السيرفر ياخدها يكريتها على كل السويتشات، كان بالظبط بقى عندك نقطه مركزيه بتكريت عليها كل اللي انت عايزه. صح، ها بقى عندك نقطه مركزيه بتكريت عليها كل اللي انت عايزه. طب باي ديفولت السويتش بتاعنا البي تي بي دوت بيبقى فيه ثلاثه مود للسويتش، لا اما سيرفر لا اما كلاينت لا اما حاجه اسمها ترانسبيرنت. اشرح كل واحده بالتفصيل. ترانسبيرنت يعني شفاف. باي ديفولت السويتش بتاعنا بيبقى على الوضع السيرفر، يعني كل السويتشات اللي عندنا سيرفر. ده السويتشات العاديه انت جبته ما عملش عليه اي حاجه، ما جربتش الفي تي بي اساسا، لير 2 بس الفي تي بي سيرفر، وعلشان كده انت بتعرف تكريت عليه كل الفيلان. يبقى السيرفر ده هو انت بتعمل كرييت. كرييت يعني ايه؟ بتنشئ عليه الفيلان. ممكن تعمل عليه رينيم تغير اسمه، ممكن تعمل عليه ديليت تلغيها. على مين؟ على السيرفر. الكلاينت يا معلم لا، ما تقدرش تكريت، ما تقدرش تعمل رينيم، ما تقدرش تلغي. بياخد بس، ياخد اللي اتكريت بس. يعني انت بتروح تكريت على السيرفر وهو يسمع للسيرفر وخلاص، ياخد الابديت بتاعه منين؟ من السيرفر. ما تعرفش انت تخش عليه وتكريت عليه لان هو ما بيديش الابديت بتاعه لحد. يعني ممكن يعمل واحد سيرفر واحد ده بتعمل واحد سيرفر وكلهم كلاينت. حلو، تيجي نكريتها ونعرف ازاي بتعمل. تعالوا ازاي كده نشوف بيتعمل. باجي اهو على السويتش بتاعي، واحد جديد خالص اهو، ادا سويتش توصل بسويتش توصل بسويتش، ودا اللينكات بينهم ترانك اهي 24 مع 24 و 23 مع كام؟ مع 23 اهو. حلو الكلام، تمام. هاجي على واحد فيهم، هخلي بس البورتات دي ترانك الاول، ماشي اهو. هاجي الاول اهو على الانترفيسز اللي ما بين السويتشات، كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست زيرو على كام؟ سويتش بورت مود ايه، تمام. واجي هنا ده على 24 و23 اخليهم ترانك، نيبون كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست زيرو على 23 على 0 على 24 سويتش بورت مود ايه ترانك، وهنا دهوت 0 على 23 انيبل كونفيجر
تيرمينال انترفيس فاست 0 على 23 سويتش بورت مود ايه ترانك. حلو يا معلم. حلو. طب انا لو دخلت كده بالصدفه يا صاصا وقلت له شو في تي بي ستيت وريني الفي تي بي هيقول لك يا عم والله انا شغلتي سيرفر ده الديفولت بتاعي شغلته ايه سيرفر تمام والدومين نيم زيرو مفيش حاجه عايز اخلي واحد سيرفر وواحد كلاينت بقى في دول واتنين كلاينت اعمل ايه هاجي على السويتش اهو اللي عايز اخليه سيرفر واقول له اكزيت في تي بي مود سيرفر يوم رد عليه يقول ايه ما هو اساسا سيرفر شايفين رد عليه ايه ما هو اساسا سيرفر يا عم سيرفر ايه وبتاع اللي انت بتعمله تمام معلش يبقى ايه قال لي في تي بي مود سيرفر حلو يا عم هو سيرفر كمان بنعمل حاجه اسمها في تي بي دومين نيم وسميه اي اسم سيسكو ايه الدومين نيم ده او الدومين ده ايه ده هنكتبها على كل السويتشات اللي انت عايزها تاخد الابديت من السيرفر يعني عندك 100 سويتش هتكتب عليهم كلهم نفس الدومين حلو فقال لك تم تغييرها من النل لسيسكو هو اساسا كانت ايه كانت نل وبعدين بقت ايه بقت سيسكو تمام طيب تعالى بقى نخلي ده كلاينت اللي هو ده اهو اكزيت في تي بي مود كلاينت يا معلم في تي بي دومين سيسكو حلو اللي بعده في تي بي اهو كونفيجر تيرمينال في تي بي ها مود كلاينت في تي بي دومين سيسكو الله يكرمك لازم اخليها كلاينت ماشي واقلبها ايه اغلب الدومين سيسكو طب انت واحد نسيت تخليه سيسكو لو هو كلاينت هياخد سيسكو لوحده هياخد من السيرفر يقلب الدومين بتاعه لسيسكو لوحده طب لو هو سيرفر مش هياخد الابديت اساسا تمام هنشوف دلوقتي الكيس لازم تقلبه كلاينت وهقول لك حالات دلوقتي لو انت عندك اتنين سيرفر في الدومين هيحصل ايه اقول لكم لا استنى روق عليا روق عليا قوي بقى بس ماشي ماشي خلاص يا عم يبقى انا اول حاجه هعملها ايه يا شباب بروح على كل سويتش واعمل عليه في تي بي اهو مود سيرفر واغير الدومين اخليه ايه اخليه سيسكو ده مين ده السيرفر طيب كل واحد بعد كده هخليه ايه كلاينت شو اسف عايزين نعمل ايه عايزين ناخد كوبي بس الاول اهو في تي بي مود اهو كوبي كل سيرفر بعد كده كل سويتش بعد كده بعمل ايه في تي بي مود ايه كلاينت اهو واغير الدومين اخليه ايه سيسكو يعني هو عندي بيبقى سويتش واحد سيرفر وكل باقي كله كلاينت بس يا سيدي تعالى بقى كريت فيلان كده اعمل حاجة على السيرفر وشوف يعمل ايه على الكلاينت تعال يا معلم هاجي على السويتش الاولاني اهو اللي هو ده السيرفر واقول له ايه VLAN 10 النيم سيلز اكزيت VLAN 20 النيم مارك اكزيت VLAN 30 النيم اي تي name IT exit لو جينا بصينا هنا كده دلوقتي قلت له show VLAN brief على الكلاينت انا هربيط 10 و20 و30 يا عم انا مكريتهم على ده اهو اه طب تعالى نشوف هنا كده show VLAN brief ايه يا عم اللي بيحصل ده طب حاول تكريت فيلان 40 بقى على الكلاينت كده انت واقف على الكلاينت اهو
قول له ايه فيلان 40 النيم يا عم ده والله كلاينت كان على عيني. الفي تي بي فيلان كونفيجريشن نوت الاود مش مسموح لك بيه هنا. وين ديفايس از كلاينت مود لما الديفايس يكون كلاينت مود مش مسموح لك تكريت فيلان عليه. ما تعملش اي حاجه على السويتش تاني ما تعملش على فيلانات لا تمام. طب البورتات بقى لما تيجي تحط بورتات في الفيلان لا يا معلم البورتات تروح على كل سويتش تحط البورتات بتاعته جوه الفيلان بتاعته. ما ينفعش تحطه من على السيرفر لان السويتشات عموما بتبقى مختلفه عند البورتات بتخش عليها ريموتلي. بس ده بيخليك ايه تتحكم في اسم الفيلان عددهم ارقامهم فهمني. يعني لو انا مثلا رحت على السيرفر دلوقتي عم باسم وقلت له انترفيس فاست انترفيس رينج فاست 0 على 1 لحد 5 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 هل كده الراجل ده هو حط من 1 ل 5 على السويتش ده جوه فيلان 10 هل كده على كل سويتش عمل كده؟ لا البورتات لا يكاري يشيل يغير اسم شغال. انما البورتات هو مين قال لك اساسا ان السويتش هناك انا عايز اخلي من 1 من 0 على 1 لحد 5 بقى 10 مين قال لك ومين قال لك ان هما نفس البورتات صح الكلام. ما ممكن يكون في سويتش فيه 8 بورتات وده 24 واللي فوق 48. يعني لو انت دخلت دلوقتي قلت له شو فيلان بريف هتلاقيه هنا حطه تمام. طب على الكلاينت اهو شو فيلان بريف فين يا عم مفيش حاجه. فهو كل حاطط في دماغك ان هو بيكريت لك فيلان ويحط جواه البورتات كمان لا بيكريت لك فيلان بس. طب انا لو شلت ال 30 من على السيرفر يشيل ال 30 يشيل تعالى كده نشيل ال 30 جيت هنا كده قلت له ايه لا لازم تفضيها بقى ما احنا قلنا قصه البورتات دي لازم تفضيها تمام كده اهو كونفيجر تيرمينال نو فيلان كام 30 شالها صح. المفروض يكون على اتنين كلاينت عمل ايه شالها اهو شو فيلان بريف فين 30 من كل السويتشات. لو انت عندك بقى جوه الجامعه 200 سويتش فانت مش محتاج تروح على 30 تشيلها من عليهم كلهم نو فيلان 30 طيرها خلاص. انا حاطط 30 دي بورتات على الكلاينت يشيل لي البورتات برضه لا لازم انت بقى تروح على كل كلاينت تفضيها من البورتات لازم ترجع لها ترجعها تاني الاول الله يكرمك. انا لسه انا بقيت وعملت زي ما انت قلت صراحه جبت تمام تجريتها تاني عشان يخش في نفس لو ايه؟ فيلان 30 بيتمسح من الكلاينت يبقى كل البورتات يا معلم اللي في 30 على كل السويتشات بقى ديسيبل صح كده؟ ها في مشكله كده عند حد؟ لحد دلوقتي الفي تي بي شغال؟ شغال بس خد بالك بقى. طب هو ازاي بيحفظ الابديت بتاعه؟ يعني ازاي الكلاينت بيعرف ان حصل ابديت على السيرفر؟ ازاي يا عم؟ ازاي؟ تعال كده نشوف يا عم باسم بقى. قال لك ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل تكنيك لذيذ قوي كده. ايه التكنيك ده؟ ده السيرفر هو عندنا اهو اسف يا عم احمد الحبر خلص ينفع كده يا عم احمد يا ريت ينفع لا لا مين طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا. انا عندي سيرفر اهو ده سويتش السيرفر اهو ازاي الكلاينت بيعرف ان حصل عند السيرفر ده ابديت. قال لك يا معلم ان احنا هنعمل تايمر نسميه تايمر لا ما نسموش تايمر نسميه كاونتر عداد كاونتر يعني ايه عداد الناس بتوع البرمجه يفهموا الكلام اسمه ايه العداد ده اسمه ريفيجن نمبر
بتاع كده عداد بيبدأ بالزيرو. كل ما تعمل اي حاجة على السيرفر يزود العداد ده بواحد. يعني حضرتك عملت فيلان 10 يوم العداد ده يبقى بكام؟ نيم سيلز يوم العداد ده ايه؟ مزود كمان واحد. فيلان 20 النيم مارك العداد ده مزود واحد. بيزود واحد. نو فيلان 10 زود واحد. حتى لا اللي بيلانت بس يعني كانت بيلان وغير اسمها وغير الديليف. طيب الريفيجن نمبر ده تبقى بكام؟ بقى بستة مثلا. يوم الراجل ده بعت لي ده انا عندي والله الريفيجن نمبر بستة. يقول لا يا عم ده انا عندي زيرو. ده انت عندك كده في ست تغييرات انا ما خدتهمش بعتهم لي يا معلم. يوم ده بعت له ابديت تاني. الراجل ده كل شويه كل ما العدد يتغير كل شويه يوم بعت للكلاينت الريفيجن نمبر عندي بستة. انت عندك بكام يا باسم؟ باربعه. تقول انا عندي باربعه. ده انت كده تقوم انت بعت لي ريكوست ابعت لي الاثنين اللي زياده وما انا بعت لك الابديت. تمام كده بقى كل التغيير بيحصل الريفيجن نمبر بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب هو فين الريفيجن نمبر ده يا معلم؟ الريفيجن نمبر اهو. لا شوف في تبي ستيت عادي. أو لا مش الإقلام يا ريت الإقلام ده الماوس. أو بص 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 أهي أهي. تمام تعالى كده جواها واكتب ايه جواها. اكتب شو اهو شو في تي بي ستيت. الله قال لك الكونفيجريشن ريفيجن بكام؟ يعني حصل سبع تعديلات عندي في كل سويتش لازم انا اروح ابص عليهم واعمل شو سبع. لو انت عايز تشوفهم بس هو كده كده اوتوماتيك بيحصل ايه تزامن ما بيننا وبين بعض سينكرونايزيشن. لما هبعتك الاثنين ايه؟ ايه فايدة السيرفر اذا كان هفوت عليهم؟ انا مش هفوت. هم لوحدهم بيعرفوا البعض. يعني انا دلوقتي السيرفر بتاعهم تمام. انتوا منين تعرفهم ان التغييرات اللي تمت عندي كلكم خدتوها؟ انا ببعت لكم اقول لكم يا جماعه انا الريفيجن نمبر عندي سبعه تمام. يوم محمد عنده لسه الريفيجن نمبر باثنين. يوم بعت لي طب ابعت لي الخمس تغييرات الزياده اهم بعتهم له. لما بعتهم له الريفيجن نمبر عنده بقى بكام؟ خلاص ما يعرفش ياخد من قبل التاني بقى. فانا كل شويه اقول لك ايه بسبعه يا محمد ما عندي سبعه يبقى الراجل ما عملش حاجه زياده. امتى محمد يبعت لي كويري؟ لو انا عندي بسبعه ومحمد عنده بخمسه. انما طالما الريفيجن نمبر عندنا كلنا واحد خلاص الريفيجن نمبر ده بيعدي اللي هو الفيلان بس في الفيلان بس. الله يكرمك. كل ما هو بيعدي جوه البي تي بي بيحفظ لوحده بتبقى زي مسج بتتبعت. الله يكرمك. مسج بتنبعت ما بين مين يا جماعه؟ بين السيرفر والكلاينت بتوعه. طب احمد كلاينت اللي بعد بعت له الريفيجن نمبر بتاعي يوم احمد بعته لرضا. رضا بعته لباسم. باسم بعته لمين؟ لمحمد. محمد بعته لمصطفى. مصطفى زي الرسائل اللي كانت حضرتك بتقول عليها اللي هم بيبعتوا بقى زي السوشيال بتقعد تتكلم بعضها بالظبط زي دي. البي تي بي بقى لوحده كده اوتوماتيك له رسائله. البي تي بي له ايه؟ له رسائله اسمها بي تي بي مسج. الرسائل بتاعت البي تي بي ببعت لك فيها ايه يا معلم؟ انا مش هبعت لك الابديت على طول. ما يمكن انا بعته لك قبل كده الابديت. مش هقدر كل شويه ابعت لك ابديت. امال انا ببعت لك ايه؟ ببعت لك الكاونتر بتاعي العداد بتاعي كام؟ سبعه. والله لو العداد عندك اقل من العداد بتاعي تبعت تقول انا عايز الابديت وتقول لي عايز كام ابديت. ما انت لو عندك سته يبقى انت عايز ابديت ايه؟ واحد. فانا مش هقعد ابعت لك السته ابديت او سبعه ابديت. هو اخر واحد بس. تمام؟ العداد ده بيبقى واحد على كل السويتشات عندنا سواء كان كلاينت او سيرفر. المفروض يكون واحد صح؟ بتاعت الرساله كل قد ايه بقى؟ الرساله دي بتنبعت كل قد ايه؟ تقريبا كل دقيقتين بس انا هجيبها لك بالظبط المره الجايه. ماشي خلاص كده ماشي. انا مش فاكر التايمر بكام يعني بس بالظبط هجيبها لك المره الجايه كل قد ايه. الرساله دي بتنبعت بين السيرفر والكلاينت لو مش شغاله كده رساله عاديه. اصبر بس اصبر عليا اصبر عليا تاخد حاجه كويسه. تمام خلاص. طيب في بقى موظف عمل كارثه. عمل ايه يا معلم؟ تمام كده اتنين سيرفر على الشبكه ومش كده وبس. لا
ده كان في سويتش جايبينه من كليه حقوق مودينه كليه هندسه. حلو. السويتش السيرفر ده كان شغال في حقوق سيرفر شغال بقاله 10 سنين فتم عليه تعديلات بالهبل فالريفيجن نمبر بتاعه وصل ل 100 لكام 1500. حلو. راح جاي مركبه في الشبكه اللي شغال فيها سيرفر في هندسه بس السيرفر بتاع هندسه ده شغال بقاله شهرين ثلاثه فكان الريفيجن نمبر عليه 50 بقى في عندي 2 سيرفر على الشبكه. حلو يا معلم. ايه الكارثه اللي حصلت؟ كل الكلاينت بالسيرفر هيمشي ورا السيرفر الكبير هو اكبر عالم فيقوموا كلهم ماسحين الفيلانات الحقيقيه بتاعت هندسه واخدين الفيلانات بتاعت حقوق. ايه بيبقى اسم باسم معاك بيبقى اسم باسم ما هو التاني الاخر مش اسم باسم لا لا يا معلم وجربها لا لا ملوش دعوه لو انت عندك 2 سيرفر نمشي ورا الدومين الكبير وكلنا نغير الدومين بتاعنا للكبير على التقديم الاعلى قضيت لوحده ده كارثه ده كارثه حصلت وهتحصل لك ها وهتحصل لك دي كارثه بس قبل ما تحط السويتش عندك يا معلم جوه الشبكه لازم تعمل حاجه من الاثنين تحوله لكلاينت اول ما بتحوله لكلاينت بيلغي يا ولاء كل الفيلانس اللي عليه بيصفرها بيمشي ورا السيرفر ما عادش سيرفر يلغي القديمه كلها الاول ياخد بقى السيرفر الموجود ياخد السيرفر الموجود يبقى لازم اعمل بي تي بي كلاينت او انت لو عايز تحطه سيرفر تغير الدومين نيم لو غيرت الدومين نيم تاني على الموجود في هندسه يمسح كمان كل الفيلانات يبقى انت قدامك حل من الاثنين لو انت عايز تحط سيرفر ما تحولوش كلاينت معاك بس خش غير الدومين نيم عليه مين لسيسكو او لهندسه طب هما كده هيبعتوا مين يعني تمام كده هو السيرفر اللي عندك اللي تركب ده هيبقى كانه بقب للسيرفر اللي موجود لان هو اول ما تغير الدومين نيم الريفيجن نمبر بتاعه بيتصفر كمان بقى زيرو وانت عندك بتاع هندسه كام 50 خلاص هياخد من 50 برضه حلو يا معلم يبقى تاني بقى ما اروحش كده غشيم اروح اجيب سيرفر او بلا سيرفر واحد لسه جديد جوه عشان ما يعرفش سيسكو جايبين سويتش من شبكه لشبكه من فرع لفرع راح هوب راح موصل لا يا باشا انت لازم تصفر الاول الكونفيجريشن اللي عليه تصفرها ازاي تحوله الاول لكلاينت ممكن لما بتعمل له كلاينت الريفيجن نمبر بتاعه بيتصفر كل الفيلانز اللي عليه بتتمسح احوله لكلاينت الحاجه اللي عليه مش تغير لا طيب كلها تتمسح مش هيبقى عندك غير فيلان واحد بس قبل ما اوصل كابل قبل ما اوصل ايه كابل بي تي بي مود كلاينت حلو يا معلم بكابل الكونسول كده بي تي بي مود ايه كلاينت واعمل شوف فيلان بريف اتاكد يمكن يكون انت بتنفس هتلاقي الريفيجن نمبر ده هخليه سيرفر بس على الدومين رايح الله يكرمك هتعمل بي تي بي مود سيرفر عينيا ماشي بي تي بي دومين سيسكو هندسه فلو انت بتغير الدومين او بتغير المود بتاع السويتش بيمسح كل الفيلانز اللي عليه. نعم 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 ايه بتعمل ايه؟ ها قول كده؟ انا حطيت السيرفر السويتش بتاعي وهو كان سيرفر وصفر وخدني التاني والدنيا كويس بس ده سيرفر وده سيرفر. لما اجي اكتب عليه خدني التاني اللي هو من القديم؟ من اللي كان شغال في حقوق؟ ما ده عمل كارثه لان اللي في هندسه في عندهم اقسام غير اللي موجوده في حقوق لا انا ليه انا سفرتهم وحسيته بس حطيته سيرفر تمام ماشي مش عارف انا فاهم باك اب من الثاني فبقى الاثنين الكونتر بتاعهم مساوي فجيت انا عديت في ده او عديت في ده لوحده اوتوماتيك هيقول لك كله بس انا ممكن اعدل في ده او اعدل في ده بالظبط مش باك اب اللي مش مثلا كانه باك اب كانوا اثنين باك اب لبعض بس عندك مكانين ممكن تكتب عليهم كوماندات بس الصراحه هي سيسكو ريكومندد واحد سيرفر بس في الشبكه تمام مش اثنين حلو بس الكلام بس انا بعمل اثنين سيرفر ليه علشان باك اب يعني عشان لو واحد سيرفر ده وقع يبقى عندي نقطه ثانيه شغاله لكن مفيش حل ان انا لو في سيرفر ما اوصلش سيرفر ده ليه يعني انا عندي سيرفر لا في لسه جاي انا بقول لك اتقل بس شويه ماشي انا بقول لك على حلول هنا تمام كده بقول لك ايه اللي حصل في الحته دي او الكيسه اللي حصلت في الحته دي حلو الكلام طيب انا بقى يا معلم عايز المسج مش هو كل شويه ببعت لك الابديت بتاعي عايز المسج اللي تمشي ما بين السويتشات تكون متشفره عشان لو حد حتى خدها بالسكه وحاول يقرا اللي فيها بس الراجل الادمن بتاع هندسه وانا الادمن بتاع الشبكه كلها فبس ممكن يلقط الشبكه دي
ويقعد على وارد شرق يقرا اللي جواه. انا عايز المسج حتى اللي ماشيه ما بين السويتشات متشفره تمام. في تي بي بيسبورت الانكريبشن, بيسبورت البروتوكول اسمه ايه ام دي 5. فاكرين ام دي 5 اللي هو البروتوكول اللي كان الخلاط اللي بيدخل له الباسورد يقوم ضربها ايه واخد المسج في مع الباسورد ضربهم في الخلاط بالظبط كده. طب ازاي بقى يا معلم؟ بص الكلام, بصهم هاجي على السيرفر اهو, باجي هنا هو جاي على السيرفر اقول له خد بالك يا سيرفر تسجيل شغال شغال يا عم, كونفيجر تيرمينال في تي بي باسورد سيس ان ايه 1 2 3, لو سمحت ما تبعتش لحد الابديت الا اللي عنده الباسورد ده, بكتب باسورد اهو. فالباسورد دي لازم احطها على كل السويتشات على الكلاينت, وايه لو في كلاينت ما خدش الباسورد ده مش هياخد منك ابديت. تيجي نجربها, انا دلوقتي عملت الباسورد على مين؟ على السيرفر فيلان 150, النيم ميدو اي حاجه يا عم ماشي ايش ها خلاص. تعال بقى نشوف الكلاينت كده خدها ولا شمها يا عم, هياخدها منين؟ نيبل شو فيلان بريف فين يا عم 150؟ هو بتنبعت له بس بتنبعت له مش شفره, وهو ما عندوش الباسورد اللي يفك بها التشفير. طب عايز ياخدها كونفيجر تيرمينال في تي بي باسورد سيس ان اي 1 2 3, هي كانت مكتوبه كده صح؟ تعال بقى نشوف شو كده, شو هي جميله كده شو فيلان بريف جت يعني ما بتخش التلاوي صح. خدها اهو خدها لان ده على باسورد ده على باسورد. طب الكلاين ده ياخدها؟ لا هو ده على باسورد مش هياخد, الابديت بيروح له بس ما بيستقبلوش. وفي الحاله دي انا ممكن احط 2 سيرفر والسيرفر القديم ما ياثرش عليا لان كل السويتشات محطوط لها ايه باسورد والتاني جايب باسورد مختلف صح تمام اهو. فنيجي هنا كده نشوف شو فيلان بريف الاول, لو انت ما عملتلوش باسورد مش هياخد اي ابديت اهو. طبعا 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 كونفيجر تيرمينال في تي بي باسورد سيس ان اي 1 2 3, خلاص انت كده امنت نفسك كل السويتشات بتاعتك عليها باسورد تكتب مره واحده بس في الاول. هو باسورد واحد للسويتشات والكلاينت لكل السيرفر والكلاينت لان ده اللي بيشفر بيه وهو اللي بيفك بيه التشفير. بس الادمن السيرفر هو اللي هيدي ده كله. انت لما تتكلم بقى فيلان بعد كده بتكريته على السيرفر. لا انت لا الباسورد بيتكتب على كله. لا الاول الاول باسورد هكتبه على السيرفر عشان بعد كده السيرفر بالظبط بالظبط لان كده كده السيرفر هو اللي بيبعت الابديت. اي انا عاوز اخش بعد كده على تويتش ثاني اعمل له كونفيجريشن بنفس الباسورد. نفس الباسورد بس اسمعني بس, سويتش ثاني عايز ادخله جوه الشبكه بتاعتي ماشي. في سويتش اهو عندي عايز ازوده عندي جوه الشبكه, اسمعني بس يا رضا اهو. لو ده اهو مش ده اللي انت بتقوله كونفيجريشن للسويتش اهو, ده سويتش جديد اهو صح كده. قبل ما اوصله مش بالباسورد دي, قبل ما اوصله قبل ما اوصله قبل ما اوصله اهو. بصوا اهو يا جماعه قبل ما اوصله يا جماعه اهو بيفتح السويتش اهو. هو سيرفر سويتش جديد جايبه من سيسكو لسه سيرفر. هعمل ايه يا عم محمد؟ لا يا عم انت بقيت كلاينت اهو كونفيجر تيرمينال حلو في تي بي مود كلاينت في تي بي دومين الاول سيسكو. وخد بالك لازم الدومين يكون هو هو اللي هناك. هو في تي بي باسورد كمان هو هو لازم الباسورد تكون هي اياها. الباسورد ده للداتا ولا للسويتش؟ للداتا للداتا للداتا. يعني انا عاوز افتح السويتش بس. لا ده نيبل باسورد ونيبل سيكريت والحاجات بقى الثانيه اللي احنا خدناها قبل كده. لا للداتا بس علشان ياخد الابديت من السيرفر بس تمام اهو. في تي بي باسورد سيس ان اي 1 2 3, دي انت ما بتستخدمهاش, دي انت ما بتستخدمهاش, دي ليك ليك لمين؟ عشان ياخد الداتا بالظبط لان السيرفر محطوط له باسورد. يبقى تاني بقى تاني الجزئيه دي, ها عشان اخش على الحاجات دي اكتب الباسورد ده. لا لا تاخد باك اب بس من السيرفر. لا 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 طب خلينا على 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 التسجيل. بصوا يا جماعه بصوا يا شباب المستقبل, ها بصوا كده انا عندي ادي سويتش اهو, ده في تي بي سيرفر والدومين نيم بتاعه ايه؟ سيسكو, متوصل بكلاينت اهو
اهو في تي بي كلاينت. انا مش عايز رضا في الفرع بتاع الكليه عنده يعمل ايه؟ يروح يجيب سويتش كمان، مش ممكن رضا يعمل كده ويوصل هو في تي بي كلاينت وياخد كل الفيلانز بتاعت من السيرفر؟ انا مش عايز رضا يعمل كده. حلك يا معلم، قال لك تحط للفي تي بي باسورد، حتى طلع باسورد سيس ان ايه 1 2 3، وهنا في تي بي باسورد سيس ان ايه 1 2 3. طب ما هو رضا ممكن يحط الباسورد وعارفها منين يا عم؟ هي هو ما يعرفش سيس ان ايه 1 2 3. وانت تضرب التليفون، انت لو تضرب التليفون يبقى خلاص صح كده. طب رضا عايز يدخل السويتش ده، لازم يقلبه الاول كلاينت ويدخله جوه الدومين اللي هو سيسكو ويكتب في تي بي باسورد، ولازم نفس الباسورد يا عم باسم. بس الباسورد ده اليوزر ما بيستخدمهاش، امال مين اللي بيستخدمها؟ الفي تي بي لما بيجي يبعت المسج يشفرها بالباسورد دي. ما يبعتش لحد، انا بقى انا بقى لما اجي احط بقى للسيرفر بحط لنا البيانات دي عشان ياخد منها بس كده. لكن لو رضا لو شالها في دماغه مش هيعرف يتعامل بالظبط. طب انا عايز افهم حاجه، الدومين هو لو ما يعرفش هو يعرف هو بيعرف الدومين ولا ما هو اول ما بيخلي الجهاز بتاعه كلاينت، لو انت ما انتش مشفره، لو انت ما انتش مشفره، لو انت ما انتش مشفر الباسورد هيعرف الدومين، هياخد منك الدومين. بس ما يعرفش ياخد مني حاجه، ما لا لو انت حاطط باسورد ما يعرفش ياخد منك حاجه. يعني انت لو هو حاطط باسورد على السيرفر وحاطط باسورد على كل السويتشات تمام، رضا ما يعرفش يوصل السويتش بتاعه وياخد منك حاجه. تمام حلو الكلام. يبقى دي يا جماعه الفي تي بي باسورد ده عباره عن ايه؟ ان انا بعمل تشفير للدومين اللي موجود فيه السويتشات عشان الراجل ما يغلطش الغلطه، يجيب سويتش من بره ويوصله من غير ما يغير اعداداته ويلبس، عشان ما حدش يوصل سويتش كلاينت وياخد الفيلانز بتاعتي. طب لو عايز اقفل بقى سويتش الباسوردات دي خدناها هنا والسيكريت وانيبل باسورد واللاين كونسول صح كده. الباسورد وقعدت فتره فبقيت عاوز اخد سويتش جديد، فانا عاوز اعرف الباسورد ده. ايوه يا عم هناخد حاجه اسمها باسورد ريكفري، دي موضوع تاني بيفكرني بيه بس خلاص تمام كده. لو انت الادمن ومعاك المفتاح بتاع الكابينه ده حاجه تانية تمام، مش انه سويتش محطوط في كابينه والكابينه دي لا مفتاح تمام. لو انت الادمن بتاعك بس لو وصلت للسيرفر خده وامشي. ليه؟ لان الكابل الكونسول يا ولاء هنعمل نعمله ايه؟ ريكفري. زي ما هو عايز يعمل كده، عم عامل باسورد يا عم ونسيتها عايز اغيره، هو انا كنت شغال ادمن وسبتهم ومشيت وجابوا مصطفى ادمن وانا مش هضيع لهم الباسوردات، يبقى كده السويتشات والراوترات ضاعت على الشركه او الكليه. لا يا عم الادمن الجديد يغير الباسوردات. انا مشيت من الكليه عشان اقطع السلوك اللي عندي. اه اسمعوا بس يا جماعه السؤال. ها انا السويتش عنده سيرفر، اه السويتش ثانيه نفس الباسورد بتاعهم تمام. جبت السويتش ده وعملت سيرفر، السويتش ده عملت سيرفر تمام، واديته رقم سرق الباسورد ده تمام، باسورد مختلفه تماما تمام كده ما اعرفش. لا ما اعرفش اوصل السويتش ثانيه برده ما اعرفش. يبقى انت كده عايز تعمل اتنين دومين يعني. اه شغال شغال اه شغال شغال. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ هو عايز يعمل سيرفر باسورد مع شويه كلاينت وسيرفر باسورد مع شويه كلاينت شغال. لا شغال شغال. ها في مشكله كده عند حد؟ محمد ها محمد ماشي ماشي الدنيا شغاله ولا ايه؟ ولا تايهه؟ تمام. طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا ده الفي تي بي. في نوع تاني بقى من الفي تي بي، مود تاني غير السيرفر وغير الكلاينت، اسمه في تي بي ترانسبيرنت. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ لو انت اضطررت ان انت تعمل سويتش كده ده سيرفر ومتوصل بقى ايه بكلاينت، بس انت عايز هنا في سيرفر في سويتش مش عايز ياخد تاخد مش عايز ياخد من السيرفر. اه كده هو مصطفى عايز كده ما ياخدش من السيرفر، بس لما يجي له ابديت من الكلاينت ده يعدل الكلاينت اللي بعده. صح كده؟ يبقى انا ايه مش عايز احط سيرفر ولا عايزه يبقى كلاينت، عايزه سويتش كده معزول مع نفسه في وسط الشبكه شفاف كوبري. ممكن يكون على فكره رابط من شبكه لشبكه ثانيه بس معدي من الصدفه في وسط شبكتي. طب هل ينفع تكريت عليه؟ ينفع تكريت عليه كل اللي انت عايزه كريت، بس اللي بيكريته هو ما بيدوش لحد
عايز اكدن عليه بلان لوحده مختلف عن البلانز بتاعتي كاريت لا تاخد مني ولا اخد منك بس لو في ابديت جاي لي اعدي لي اللي بعدي ماليش دعوه بيه خالص اكاريت عليه اعمل رينيم عليه اعمل كل اللي انا عايزه عليه ولا لو السيرفر بعت له ابديت يعدي لي الكلاينت اللي بعده طول الكابل وخلاص هو في حاجه ولا دعوه بالتشفير بس خد بالك لو انت مشفر لازم تكتب عليه التشفير عشان يعرف يعدي الناس كلها حط حاجه طول الكابل لا 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 ممكن 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 انا ذات نفسي يا محمود 14 سنه شغل في النتورك ما اعرفش ايه فايدته لاني ما استخدمهوش خالص فاهمني لما سالنا في ناس توسيسكو لظروف في سويتش مرمى عندك تمام كده رابط لك شويه سويتشات لسويتش سويتشات بس مش ده معدي في ناحيه ثانيه لناس ثانيه خالص لدومين ثاني خالص ده وزي محمد ما قلت ده عامل اكثر من سيرفر في كام واحد ممكن ممكن غلط هو للاسف اللي قبل دي انا عامل السيرفر اهوت وفي سويتش ثاني بيدور الباسورد تمام لو انا هغير الباسورد ده مش هيعدي لي جامد ثاني مش هيعدي من الشفر هيعدي من الشفر تعال نجرب كده تعال نجرب الجزئيه بتاعتي انا عايز اعمل ايه هنا يا جماعه هحط لكم ترانسبيرنت اهو بس من غير باسورد والمفروض يعدي اهو هاجي هنا احط السويتش ده في النص ما بين الاثنين كلاينت دول ايه رايكم هنا كده واقلبه ترانسبيرنت يعني هاجي الاول كده اقول له ايه في تي بي مود ترانسبيرنت يا معلم خلاص بقى ترانسبيرنت دلوقتي بس هنعمل عليه ترانك بقى ترانك ان هو البورتات اللي انا هوصلها فيه يعني ده انا هوصله ايه في بورت مثلا 0 على 23 هنا حلو الكلام وهاجي هنا اوصل من بورت 0 على 23 مع 24 هنا ماشي يبقى هو عليه اثنين ترانك اهو صح هنخليهم ترانك اهو كونفيجر انترفيس اسف رينج فاست 0 على 23 لحد كام سويتش بورت مود ايه ترانك حلو الكلام ها عسل كده بس هو ترانسفيرنت طيب انا جيت على السيرفر ده وما حطيتش باسورد ولا حاجه بس الكلاينت عليهم باسوردات انيبل كونفيجر تيرمينال اهو في لان 1000 النيم رضا حلو ماشي تعال نشوف الكلاينت اللي بعده خد الرضا دي ولا لا اهو تعال شو VLAN PREV خد الالف حلو الترانسبيرنت خد الالف طبعا لا تعال نشوف اهو شو VLAN PREV يا عم الترانسبيرنت ملوش دعوه بحد طب عدها للي بعده تعال نشوف اهو انيبل شو VLAN PREV من غير ما اكتب عليه باسورد هو جاله ترافيك مكتوب على جواه ان ده في تي بي هو مش عارف يقرا اللي فيه بيعدي لي اللي بعده وخلاص من غير ما اكتب عليه باسورد هو انا هاخده انا امتى اكتب عليه باسورد لو انا هاخد الابديت ده انا مش هاخده طب لو جينا دخلنا جواه بقى وكريت انا عليه فيلان تانية اهو كونفيجر تيرمينال فيلان 9 مع نفسه نيم نيم احمد اي مقرونه كده اهو شو في لمبه ليه اهو خليك معايا يا ابني بقولك البلان بقى ده المخابي ابدا احنا خلاص يا ابني يا خليني خلاص يلا يا عم يلا 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 بص انا دي النيله خلاص خلاص يا جدعان بصم عملنا كده ايه عملنا فيلان اسمها 9 اهي تمام كده رقمها 9 واسمها احمد لو جينا دلوقتي دخلنا على الكلاينت ده او ده وقلت له شو فيلان بريف يا ابو حميد اهو شو فيلان بريف مش لاقي احمد هو ملوش دعوه بحد
اي حاجه انت بتكريت عليه ما بيديهاش لحد. احنا عملنا له الكومن لاست مودولين. لا ما عملتش، ما عملناش الكلام ده بالظبط بالظبط. بس هو اسمه ايه؟ ترانسبيرنس. عملنا يا ابني هو اسمه ايه؟ في تي بي مو ترانسبيرنس. ما انت لو حتى عملت في تي بي كلاينت وما عملتش الدومين كده كده اوتوماتيك بياخد الدومين بتاع السيرفر. انا ما بياخدش الدومين بتاع حد، سياخد عشان ما عرفش باسورد. يعني هو مش باسورد هياخد اوتوماتيك بالظبط. يعني ما حدش يقدر يخش عليه وي... لا ممكن اخليه كلاينت بقى، لو خليته كلاينت هياخد. لا انا قصدي ما حدش مثلا حد مثلا عايز يضرب السيرفر او يضرب اي حاجه يقدر يخش عليه ولا لا؟ يخش عليه على السيرفر عن طريق، لا السيرفر ولا عن طريق يعني يضربه ازاي؟ يعني مثلا عاوز يخش ياخد داتا او عاوز يرفع. لو معاك قبل الكونسول تقدر تعمل كل حاجه. لا بعيد عن السيرفر بقى، عن طريق الكلاينت. لا 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 خالص. الداتا دلوقتي ماشيه ما بيننا وبين بعض متشفره، وده كوبري ملوش اي لازمه. حلو الكلام. في مشكله في الفي تي بي بالله عليك، في مشكله والله الموضوع بسيط جدا. ها لو ليه باسورد، يعني لو عملت من عند السيرفر كده الداتا تمشي باسورد، هيجي على الترانسفورمر ده هيعدي من عليه، هيعدي من عليه، هياخد الداتا زي ما هي متشفره، ياخد منها الكوبري ويرميها للي بعده. من غير ما احط له باسورد ولا اي حاجه. ما حطيتلوش باسورد وبيعدي اهو. لا لو حطيت باسورد من على السيرفر اللي هو اند الكلاينت راسل الداتا مش ما هم السيرفر عليه باسورد يا حبيبي. لا 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 ما هو ما الباسورد. بص بص يا شباب، بص بس شباب بس ركزوا معايا. الباسورد بتنكتب مره واحده بس في الاول. يعني في تي بي مود سيرفر صح كده؟ في تي بي دومين سيسكو، في تي بي باسورد سيس ان اي 1 2 3. مش كل ما اكريت الفيلان اكريتها تاني يا عم رضا، هي مره واحده. اروح على الكلاينت في تي بي مود كلاينت، في تي بي دومين سيسكو، في تي بي باسورد سيس ان اي 1 2 3. وانا بكريت في الاول اهو على الكلاينت اللي بعده، في تي بي مود كلاينت، في تي بي دومين سيسكو، في تي بي باسورد 1 2 3. هو انا كل ما كانت فيلان اعمل باسورد جديده؟ لا يا معلم، ده مره واحده بتتكتب مره واحده بس. حلو الكلام كده؟ في مشكله عند حد كده؟ خلاص كده الترافيك اللي ماشي ما بين السيرفر والكلاينت متشفر. قال لك في مود ثالث اسمه ترانسبيرنت، بيستخدم في ممكن احطه في الشبكه، جالب ظروفها جوه الشبكه، حطيته جوه الشبكه. عملت بي تي بي مود ترانسبيرنت، الترانسبيرنت ده ما بياخدش حاجه من حد، ولو حاجه انت عملتها عليه ما بيديهاش لحد. طب لو في ابديت جاي من السيرفر يعدل لي كل الكلاينت اللي وراه. طب لازم انا احط له باسورد؟ ما تحطلوش باسورد، مش مالهاش دعوه خالص، مش لازم. حلو. طب هو ينفع كلاينت في سيرفر ثاني ونحل ده؟ يعني ايه كلاينت في سيرفر ثاني؟ يعني مثلا لو في سيرفرين اثنين عملهم في وعمل هتعمل سيرفرين ليه؟ لو مثلا لو سيرفرين اثنين في مكان تمام وعامل الاجهزه دي في شكل كلاينت كلها، وجيت على الترانسفيرنت ده عملته مثلا واحد كلاينت هو ترانسبيرنت. خلاص ترانسبيرنت ما ينفعش. ليه يبقى كلاينت وسيرفر واحد؟ ليه يبقى ترانسبيرنت؟ ليه يبقى كلاينت والسيرفر الثاني؟ ما ينفعش شغال مع ده كلاينت وشغال مع ده ترانسبيرنت. لا ما ينفعش. هو هندسه على في ترانسبيرنت سيرفر، في كلاينت مثلا ماشي بالترتيب سيرفر كلاينت كلاينت. بس الكلاينت ده هياخد السيرفر اللي هي ماشي بالباسورد ده ماشي، هيعدي لي بتاع السيرفر الاول عادي، هيعدي لك بتاع الايه؟ يعني الكلاينت لا يا معلم. لا طبعا طبعا انت عارفين هو بيقول ايه؟ بيقول في كلاينت بياخد من سيرفر بالدومين بتاعه، مش دعوه بالدومين الثاني. مش هعديه حتى لا طبعا لا طبعا ما هعديش، ده ديزاين غلط. ده لو انا مثلا حطيت المحتوى على دومين السيرفر بس عملته اللي هو ايه؟ اللي هو ترانسبيرنت؟ ماشي، حطيته اللي هو تبع الدومين. يعني انت عملت في تي بي مود دومين، في تي بي مود ترانسبيرنت، في تي بي دومين سيسكو صح كده؟ ما فيش داتا هاخدها، بس بس هيعدي بس كوبري كوبري كوبري. حتى لو اديته باسورد برضه محمد هو كوبري، انا هديله باسورد ملهاش لازمه لان هو كده كده ما بياخدش الداتا، عشان هو اصلا كده كده اصلا مش معمول زي صح كده. ما انا بقول لك اللي انا بقول لك عليه ده اكيد اكيد في كيسه وقفت قدامهم فعملوه كده اكيد، لان هو كان زمان كلاينت وسيرفر بس. هو ممكن يحل مشكله مثلا عند سيرفر؟ لا احنا مش جايين نحل مشاكل يا محمد. معلش بس يعني سيرفر بيتكلم كذا سيرفر كذا سويتش ثاني ياخد من السيرفر ده وموصله في الترانسفير تمام؟ يعني هو مرحله هو بيعدي بقى لو حتى ما حطيتش، يعني انت عندك سيرفر وشويه كلاينت وبعدين ترانسفير ماشي. لا الترانسفير في النص ما بينهم تمام، فبيعدي لهم عادي تمام. جيت انا برضه حطيت سيرفر على ترانسفير وبيعدي ناس ثانيه. جميل جميل. شغال.
شغال شغال انت عارف بيقول ايه؟ بيقول في سيرفر له شويه كلاينت وفي سيرفر تاني له شويه كلاينت جيت في وسط ترانسبيرنت في وسط الاثنين شغال تمام. في مشكله يا جماعه كده عندنا ولا تبع دول بالظبط بالظبط نقفل نقفل.